ميزان حقها يعني. ما شاء الله والرحلة. الميزان حقها هذاك الحد الأبيض حسان في أنيا. ما شاء الله يا. أنا عايز أصور كذا 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 هذا الخير صور. التلفون ده عندك دوم باك ساعه يا صيح والله ابزي كيف كيف ما شاء الله هنا لا لا عروق ذا الوادي لا لا امشي امشي قدام امشي ما تستمر ام الله انا رايح انا لا جالس وش طفيت يا ابو يا حبيبي خلاص لا صدري العز اذا العنع هذا فلا طشيتها طشيتها روحوا روحوا انا مشيت الفاتحه انا جلست الثالث ثاني ايوه الله الله اثابكم الله هذه المشكله في ذا الماضي المشكله والله انها مشكله والله ما عارف على الصبر علي يا زلمه ما قلت لك المسك يحرك نفسين يا رب لو انا عارف لو انا عارف الصندوق هذا الالي اسجلك الله الله خليك السجاير للنهايه مثوره علي مثوره ما هذا سرق شعري لا لا احنا لا 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 ما توت ما توت لا ما تنفل انفل انفل لا هاي وصلها ثاني ولا عاد تحاول خلاص تمشي هذا لا مشيت هذا امان السالف هنا ما طش ندير السالف هنا ما عاد يصير قبيل معك والله شنو السالف اقول انا بغى نحمل بلوك لا يا خليها حسن هاي ما توت خلها على ما واحد طبعا اليوم في رحلتنا الممطرة والقائمة والسيول الآن تدفق إلى وادي بو الأخضر الوادي المتوسط بين ظبيان والرابط بين المحافظات الشمالية والشرقية والغربية والشمالية والجنوبية طبعا نحن هنا في هذه السيول التي تدفق من رؤوس الجبال إلى بطون الأودية في هذه وادي بو الأخضر الشلالها ما شاء الله ما شاء الله يعني يوم ممطر كان معنا المرشد السياحي هو الأخ محمد علي الحميدي والذي عثرنا عليه في ضمن رحلتنا في وادي بو وهو يتمشى ولكن أتعثر جواده وكان في رحلته إلى منطقة النجاد يا ولد زد بدون عطف من المصحفين ومغامر عشان مشي شوية مشي طوال الحين ايوه شوي شوي هنا هنا وده بدا بدا بس يا هذا بس بس المحل المهور جدا من دابا هاي لمزة من على بعد وهي انا يرجع اه وجه الله ما نقدر يمدي يجي من دابا نجي اللي هناك في العطور قبل عميدة في السد تدفق من جبل عميدة المطلع على السد على سد عشرة سد عشرة الرابط ما بين عشرة ما بين بو وزرارة على منطقة من حسين السالمي اخي جبل استراتيجي من غير ما احد ماشي طريق له عنده نعم شفنا شوف السيول هذا هذا المنطقة اسمها هذا اليمين اليمين المحاجر المحاجر منطقة المحاجر في وادي بو نطلع على العقله وعلى بلاد احمد حسين المحسن قصدنا زين للتعريف لنا بعض المناطق ما نعرفها ايوه طبعا هذه منطقه المحاجر وجبل عميدة وهذه قصد انا صالح يمكن لا واحد يمكن لا واحد ايش صالح ايش كان ملان هذا ما عاد هذا الحين اصبر اصبر يا ولد شيء مشى اقصد مشى تمشي عاد لاطه السياره هو حد نافعك ما بلا بدك مشي مشي اليوم لا نصور ها؟ ها؟ لا اقول مسلا اجي نام على اولادي يا احمد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الشلالات يا وادي بنا هذا حفل المحاجر هذا السيول الذي في المحاجر تحت حماية الاخ صالح علي صاحب صالح الحسين السهمي نحن بجوار المركز الصحي في وادي بو الأخضر بجوار لحلو نغرز يا رب الله الله انت عزل ثلاثة من هنا خارجتك هنا حلال مطبع
فكينا امي وخالد فاطمه الله يرضي. وما وش عمل معك العمل؟ ماذا الحين؟ لا قبل حلقه العام يوسف اريد افاوض اخر شوي. ليش؟ اريد معقر. يبس اليبس يبس 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 هذا عدم المقربات هذا السيول وسيعة هذا السيل هذا من الجبال من جبال الهملايا هذه وادي بو هذا لا زالت جبل عميدة كله السيول هذا الدفة كلها من جبل عميدة ها شوف قنعتها قد كانت قد كنت مجنب زين مدحين مسير كيف طلع البخار داري جنب السير هم انت كانت انا جنبت جنب لا زال اشتغل جنبته قول قول تعال تعال لا جلت ثاني بسير بواحد وما استكمل والله شباب جنب هارك كان جنب هارك مسير مسير الحين هو كان قد كان بيجنب قبيله كنت جنبته تمام كيف كنت بتخرج من هنا خسع 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 بكل وعي خسع جهري بس ثاني خسع على يلا طلع خسع انا كلها تمام دبروا خلف المقعده لا شكله والله يحكي لي يا حسين قلني اركب جاي جاي لا الفرع راضي لا ما انا جنبها يا اخي معنا بدل خسع الان يوم هذا احنا عدد الاهلي بس قال ممكن اه شكرا انا والحال حالا بس الحين حالا بالسياره والله اني حالا بالبلش بس انا جنب 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 جل هالسياره والله ما بدك اه شكرا على هذه والله جنب الحمد لله ايش اسوي ايش اسوي اللي انا بمسح حوليس ما تقدر يا اخي ها ممكن يوم بالله يخلاه وفي الجو ها طبعا طبعا باتت الرحلة بالفشل طفيت السيارة في وسط السيل في وادي بو بعد لقائنا بالأخ محمد علي الحميدي والآن السيارة والسيول تتدفق من جميع الجبال الأودية وتتدفق إلى وادي بو في وادي بو نظر بأن نحن هذا اليوم السيل يتدفق في هذا اليوم المبارك الذي انعم الله على هذه المنطقة ونحن هنا ايوه اشتغل جنب تانك غريق شمرته لا لا مغطى مغطى ما صورة يا ولد محمد علي اتصل الان الفريق الانقاذيين ايوه وهو من هنا اقرب واحد الفندم ماجد هذا زين شوف محمد علي كيف وثق لقيت سيارة السياره قدو قديم وثق خرجنا. ادري الدهش. دار البير.
الهدى من هنا يطش هالماء. قد زلوا قد جاسوا العليوية من عندكم. احنا كنا قابلين. كنا قابلين. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا اليوم المبارك الذي أنعم الله علينا بهذه الأمطار في وادي بو، هذه السيول المتدفقة من جميع مناطق وجبال المطلة على وادي بو وضواحي. طبعا هذه السيول المتدفقة من أعلى وادي بو، وإحنا الآن في منطقة الوسط، وسط وادي بو، في هذه الوادي الذي أنعم الله بهذه الأمطار والسيول الذي اندحدرت من جميع المناطق. ها هي العمارات والسيول تتدفق في هذه المنطقة. نحن هنا بعد السيول تتجمع في هذه المنطقة، وهذا من السيول المتدفقة القريبة من المنطقة، ولا زال السيل الكبير لحد الآن لم يصل. طبعا الآن السيل كل ساعة في ازدياد وفي تكاثر وفي ازدياد. نحن هنا في هذه المنطقة في وادي بو بعد سيول تدفق الآن إلى جميع المناطق. الحمد لله على هذه النعمة في هذه المد. نحن نريد التصوير يكون من اتجاه الفزعة وفريق الإنقاذ الذي فزعوا علينا بعد أطلاق الرصاص، بعد ما كانت السيارة طافية في وسط السيل، ولكن بحمد الله بفضل الله وبحمده ورعايته فريق الأنقاذ الذي وصلنا في هذه اللحظة بعد إخراج السيارة من منتصف السيل. بالحمد لله الذي حياكم الله فريق الأنقاذ، حياكم الله. الحمد لله طبعا وصول الان هذا وصول فريق الانقاذ الذي فزع علينا قبل دقائق. كنا اطلاق النار عليهم والحمد لله كانوا من اول الفزعه من امر ومسنا. اهلا وسهلا، حياكم الله. هاي مسوده هاي الفزعه، صحنا الصبح احنا نطرح تلفوني بعد فريق النجاح. طبعا بعضهم كان يتحيحات وفازع من الخوف من كورونا، نقول له يا اخي الله انعم علينا بهذا المطر وغسل كورونا. الحمد لله الذي انعم الله علينا وبعد انعم كورونا. نحن نشكر فريق الانقاذ الذي وصلنا في هذه منطقه بو الذي في الله يحفظنا قبل دقائق وكنا بطلاق. الحمد لله نشكركم على تجعلكم الذي فزعتوا ونشكركم على هذا الواجب الذي تقوموا به. واحنا الحمد لله خيرك يا غالب تخرجنا الى دحين احنا الان على هذا الكافي السهيل ونشكركم شكرا جزيلا. نشكر هذا واجبنا وهذا واجبنا. احنا موجودين في اي وقت احنا في بو 24 ساعه. حياك اخي ناجي عبد العزيز، هذا صديقي اللي درحنا وياه في البارب وصديقي لا زالت الرحله متواصله الرحله. اليوم اجتمعنا في هذا الوادي بعد السيوله اللي فيها.